لو انت عايز يبقى عندك شجرة ريحان زي اللي موجودة دي، سهلة وبسيطة قوي. الموضوع كله بينحصر في حاجتين، يعني في طريقتين عشان خاطر يبقى عندك شجرة ريحان زي دي كده مزهرة وريحتها جميلة، وتقدر تستفاد بالورق بتاعها ان هو يكون توابل عندك في الاكل، ممكن تحط على المحشي، ممكن تحط على السلطة. الموضوع سهل وبسيط جدا. طيب اول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موسى نبي، عيسى نبي، وكل من له نبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الفل والياسمين على أحلى مشاهدين. عندي شجرة ريحان جميلة ومزهرة وريحتها حلوة، وطبعا زي ما انتم شايفين كده ما أجملها. طيب وليه انت ما تكونش عندك شجرة جميلة ومزهرة وحلوة وريحتها حلوة وتستفاد بيها؟ طبعا انا ابو البنات برضو عايز يبقى عندي شجرة ريحان جميلة ومزهرة. الموضوع سهل يا جماعة جدا وبسيط خالص بكل سهولة. لو انت عايز يبقى عندك شجرة ريحان زي اللي موجودة دي، سهلة وبسيطة قوي. الموضوع كله بينحصر في حاجتين، يعني في طريقتين عشان خاطر يبقى عندك شجرة ريحان زي دي كده مزهرة وريحتها جميلة، وتقدر تستفاد بالورق بتاعها ان هو يكون توابل عندك في الاكل، ممكن تحط على المحشي، ممكن تحط على السلطة. الموضوع سهل وبسيط جدا. طيب اول طريقة ان شاء الله الموضوع بسيط وسهل زي ما قلنا. اول طريقة بسيطة جدا، كل اللي انت هتحتاجه ان انت يكون عندك شجرة ريحان زي دي كده موجودة عند حد مثلا من زمايلك، او موجودة في حديقة مثلا، انت ماشي في الشارع بالصدفة لقيت في حديقة. دايما معظم الحدائق العامة بيبقى يكون فيها شجر ريحان زي كده، فانت سيادتك لو نزلت للحديقة اللي موجودة هتبص هتلاقي شجرة الريحان بنفس الشكل ده، هتبص هتدور على ان يكون في حبوب، يكون في فرع زي ده كده ناشف. بصوا يا جماعة كان لكم معايا، بصوا ده فرع ناشف اهو، دي كده فرع ناشف فيها حبوب ناشفة. يعني دي احنا لو عملنا كده وعملت كده قوي هبص تلاقي ان في حبوب ناشفة اهو. بص في حبة السودة، دي الحبة السودة اللي انت شايفها دي هي دي بذور الريحان. فكل اللي انت هتعمله سيادتك ان انت هتيجي تقوم جاي قاطف الفرع دوت اللي موجود، اللي هو الفرع الريحاني الناشف ده، هتاخده هتقصه مثلا. ممكن يكون مثلا انت معاك، لو انت معاك مثلا مقص ولا حاجة ممكن تقوم قصه كده. اهو ادي فرع الريحان يا جماعة اللي احنا قصيناه ده كده. الحبوب السوداء دي هي ديت اللي انت هتاخدها وتبدأ تزرعها. طيب ماشي، ايه اللي هتعمله؟ كل اللي هتعمله خليك معايا يا باشا، هتيجي مثلا يكون عندك جردل زي كده، ده جردل عادي او قصيص عندك او قصرية. اهم حاجة يكون له اخرام من هنا زي ما انتوا شايفين الاخرام دي عشان تنزل المية الزيادة. وادي الجردل بتاعك، كل اللي هتعمله ان انت هتضيف فيه تربة الاول، مثلا ممكن تحط فيه شوية سماد الاول. انا في شوية سماد مجهزهم اهمت، مضاف عليهم سماد، دولت شوية سماد بسيط جدا. وبعد كده هتبدأ تضيف عليهم التربة بتاعتك. سهل جدا ان انت تجيب التربة دي من اي مكان. سامحوني معلش ان انا ايه، وادي الاصيص يا جماعه اللي احنا حطينا فيه شويه سماد تحت، ورجعنا حطينا فيه التربه بتاعتنا الطينيه الجميله، ورجعنا رشينا عليه بذور الريحان اللي احنا جامعينها، او البذر الريحان اللي انت جايبه من قلب الشجره زي كده يا جماعه. دي بذور ريحان اهي، السودة اللي انتوا شايفينها دي كلها كده بذور ريحان. دي يا جماعة جاية من عن طريق عادي حديقة في الشارع، بتعدي تاخد فرع ناشف، بتبدأ بتيجي عندك تقوم حاطه في الايه، في القصيص بتاعك. خلاص كده اهو بقى تمام كده، الدنيا بالنسبة له تمام. ونبدأ ان احنا نحط له ميته، ونبدأ نديله المية بتاعته اهو.
نسقيه كده. الريحان يا جماعة من أجمل النباتات اللي ممكن تزرعها في حياتك، يعني عايز أقول لك كده سهل جدا زراعته سهلة جدا، وسهل إن هو بيطلع، مفيش 4 5 أيام هتلاقي القصرية عندك أو الجردل عندك بقى فيه كمية ريحان طالعة شكلها جميل. تبقى قاعد الصبح كده تفتح الشباك تلاقي ريحة جميلة داخلة لك كده. في نفس ذات الوقت أنت محتاج إن أنت تضيف حاجة على الأكل ممكن تخليها طعمها حلو. يبقى احنا كده يا جماعة عملنا الطريقة الأولانية إن يكون عندك شجرة ريحان. احنا قلنا في طريقتين، الطريقة الأولى عملناها عملي وإن احنا جبنا جردل أو قصيص أو أي حاجة عندك قديمة عايز تزرعها وحطينا فيها السماد والتربة وحطينا الحبوب بتاعة الريحان اللي احنا جايبينها وضفنا عليها المية رويناها خلاص وكده بقى القصيص جاهز إن الحبوب تطلع، هيطلع منه الحبوب بتاعته الخضرة. ودي كانت الطريقة الأولانية في زراعة إيه الريحان. طب هنيجي دلوقتي للطريقة التانية. الطريقة التانية سهلة برضو وجميلة وبسيطة. يبقى كده يا جماعة خلصنا الطريقة الأولانية واللي هي زراعة الريحان في القصيص. طبعا يا جماعة بالنسبة ان انت تسقي المية، طبعا الريحان دلوقتي موجود، الشجرة او العلبة دي موجودة في الشمس، في هواء شمس مية، يبدأ الريحان بتاعك يطلع. طب امتى ابدأ اسقيه تاني؟ سقية الريحان يا جماعة لو انت في الصيف والجو حر ممكن كل يومين ثلاثة تديله مية، او حسب نظرتك لشكل العلبة نفسها او القصيص اللي انت زارع فيه، لقيته نشف وفلق كده ممكن تديله مية افضل. يعني هو الريحان بيحب المية كتير بس برضو مش بكتير قوي. طب لو انت في الشتاء بيبقى مثلا كل اسبوع مرة ولا حاجة، زي ما انت شايف كده التربة هي جافة. طب انا لو جيب بكرة بعده لقيت التربة ناشفة قوي ممكن اديله مية تاني، مفيش اي مشكلة. يبقى احنا كده عملنا الطريقة الاولانية اللي هي بتاعت زراعة الريحان. طب الطريقة التانية عشان يكون عندي شجرة ريحان سهلة وبسيطة وفي اسرع مما تتصور. الموضوع سهل وبسيط جدا يا جماعة. نفس الكلام برضو لو انت ماشي في الشارع مثلا ودخلت الحديقة ولقيت البذور كلها خضرة ومش هينفع ان انت تلاقي بذور ناشفة، هتقوم جاي مثلا ده فرع كده يا جماعة اهو شايفين ده فرع، شايفين الفرع ده فرع كده اهو. كل اللي هتعمله تقوم جاي قاصص الفرع من هنا اهو، جبنا الفرع يا جماعة ده فرع الريحان، ده فرع الريحان ان احنا جبناه. كل اللي هنعمله ان احنا هنيجي على الحتة اللي هي دي المكان اللي هو ده، وهنقوم واخدين فرع الريحان ده يا باشا بكل سهولة وبكل بساطة، وهنقوم جايبين إزازة، يكون عندك إزازة مية جاهزة في قلب البيت، هتقوم جاي حاطط عليها، أدي إزازة المية جاهزة أهي، هتقوم حاطط عود الريحان كده في قلب المية زي ما أنتوا شايفينه كده، عود الريحان غطسان تحت في الإزازة. مفيش يا جماعة 3 4 أيام كبروا أسبوع قوي، هتبص تلاقي الريحان عادي جدا زي الفل بيخضر مفيش أي مشكلة. مفيش 10 أيام هتلاقي الريحان عمل الفرع بتاع الريحان ده عمل معاك جذور كتير جدا. بعد ما تلاقيه ان هو عمل جذور وبدأ يظهر معاك، حضرتك بتشيله وتيجي يكون عندك برضو جردل زي كده جاهز مثلا في طينة او في تربة جاهزة، وتقوم غارس فيها او فحر للفرع وتقوم حطه، بقى عندك شجرة ريحان سهلة وبسيطة في خلال 10 أيام. طبعا لما انت بتزرعه عن طريق البذور فالموضوع بياخد وقت، اما بالطريقة اللي هي ان انت بتكسر فرع او بتقطع فرع وبتبدأ تزرعه، دي طبعا طريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة، وفي خلال ايام 10 أيام بيكون الموضوع بقى عندك شجرة ريحان مزهرة وجميلة. طب احنا كده عرفنا الطريقتين اللي هما بالنسبة لهم تقدر تزرع شجرة ريحان.